فرقة الوداد. فرقة الوداد حامل لقب دوري أبطال أفريقيا. أنا شايف الفرقة المحافظة على مستواها في السنوات الأخيرة قاريا أو في البطولة المغربية. كان عندهم مشاكل كبيرة جدا، المشاكل دي ظهرت من أول رحيل وليد الركراكي اللي حقق بطولة دوري أبطال أفريقيا معاهم. بعد كده جابوا يعني مدرب جاريدو هو اللي تولى الإدارة الفنية للفريق، والآن جاريدو يترك الفريق وسيفن فان بروك هو من يتولى الإدارة الفنية لفريق الوداد. نشوف سيفن فان بروك قال إيه بعد ما تولي الإدارة الفنية ونرجع مع بعض مرة تانية. Bonjour à tous. أنا فخور بأن أشرف على تدريب فريق النادي الوداد بعدما سبق وتردد اسمي مدربا للفريق أكثر من مرة. فريق الوداد في الظرفية الحالية مع اقتراب الموسم الحالي من نهايته في حاجة ماسة إلى دعم جمهوره من أجل تشجيعه، خاصة وأن الفريق ما زال ينافس على العديد من الواجهات. اللي شفتوه أمامكم على الشاشة ده سفين فاندن بروك المدرب البلجيكي، هو من يتولى الإدارة الفنية حاليا لفريق الوداد. الراجل ده جاي في وقت صعب جدا، بس أنا بأكد لكم إن المدرب ده مدرب كبير جدا. ده المدرب ده عمل مع هوجو بروس في بطولة الأمم الأفريقية 2017 كمساعد مدرب، وهو وفاز بالبطولة على حساب منتخب مصر في بطولة 2017. بعد كده ترك هوجو بروس وبدأ العمل منفردا، راح عمل في سيمبا في تنزانيا، راح منتخب زامبيا، اشتغل كمان في المغرب مع الجيش الملكي، راح السعودية عمل في أبها السعودي. وعاوز أقول لكم أنا اتقابلت مع الراجل ده في شهر فبراير، وكان قريب جدا إن هو ينضم إلى فريق الوداد، وكان مخلص كل حاجة مع فريق الوداد، وكمان راح حضر كاس العالم للانديه في المغرب، ولكنه تفاجأ بان جاريدو هو المدير الفني لفريق الوداد. لكن جات له الفرصه مره اخرى ان هو يعود ويكون المدرب الاول للوداد. اللي امامنا على الشاشه دي لقطات انتصار فريق الوداد على شباب المحمديه بثلاث اهداف مقابل هدف. المباراه كانت تعتبر من جانب واحد، ظهر فيها الوداد بشكل جيد جدا تحت القياده الاولى للمدرب البلجيكي سيفن فان بروك. يعني سامبو جونيور اللاعب المهاجم السنغالي سجل الهدف الاول، سيف الدين بوهارا سجل الهدف الثاني، سفيان برجو سجل هدف في مرمى عشان يسجلوا ثلاث اهداف، ثم بقى فريق شباب المحمديه قدر يسجل هدف بالخطا عن طريق الجعدي لاعب الوداد. الوداد في البطوله المغربيه في المركز الثاني ب 53 نقطه خلف الجيش الملكي اللي بيتصدر البطوله ب 54 نقطه. عاوز اقول لكم ان سيفن فان بروك مدرب الوداد ده من المدربين اللي نجحوا ان هم يطلعوا اسماء كبيره جدا في كره القدم الافريقيه. هحكي لكم قصه سريعا. في بطوله الامم الافريقيه 2017 شفنا اكتر من لاعب رفض ان هو يمثل منتخب الكاميرون، وما كانوش عايزين يلعبوا مع منتخب الكاميرون ويتركوا اندياتهم الاوروبيه، لان البطوله كانت في شهر يناير في الوقت ده، ومعظم الانديه رفضت ان اللعيبه تترك اندياتها. ولكن يعني سيفن فان بروك بدا يدور على لعيبه، وكان في كارول توكو اوكامبي كان عندهم لقاء ودي في يعني في 2016 في اخر سنه 2016، وكارول توكو كامبي متالق، وكارول توكو كامبي كان موافق ان هو يلعب مع منتخب الكاميرون البطوله دي ولكنه اتصاب. فسيفن فان بروك كان مختار لاعب كان اول مره الناس تعرفه، كان اللي هو باسجوك، كريستيان باسجوك. وباسجوك نزل لعب 9 دقائق كبديل في 2016 في اللقاء الودي ده وتألق بشكل قوي جدا، وسيفن فان بروك قال له هوجو بروس لازم نضم اللاعب ده معانا لبطولة الأمم الأفريقية في 2017. وبالفعل لعب كريستيان باسجوك بطولة الأمم الأفريقية 2017 عشان يكون أفضل لاعب داخل القارة، أفضل لاعب في بطولة الأمم الأفريقية ويتألق، وكلنا نعرف اسم كريستيان باسجوك من 2017 حتى 2023.